اوديو جامب. وسولو قال ليه محسن متولي جاني ما جاني انا شخصيا انا ماشي حيت هو زكريا ولا تجي على خويا لا لا ماشي ما زكريا يلعب في الراجا شغلو هذاك الله يسهل عليه جوجهم خويا يلعبوا في الراجا جوجهم خوت انا زكريا هو داس في الراجا فهمتي هذا الفرقه جاتو فرقه ان شاء الله يسهل عليه باش يزيد يقول لي هو الفرقه ان شاء الله يسهل عليه لاعب قبل منه في الراجا وداك الشيء شي كامل عارفينه بلا ما كيجيبوا له هو غير خويا دابا واحد الحاجه زكريا ماشي حيت خويا اي واحد تقدر تكون جي معاك زكريا جا فيه واحد الطلب ومحسن طاح ومن طاح بغى يطلب منه السماح هذا راه ماشي عيب بالعكس هذا راه تسامح الله سبحانه وتعالى من انت كتطلب التسامح الله سبحانه وتعالى راه كاش كتولي واحد القيمه عندك بزاف بصح بصح راه ما كاين والو شي دابا راه شني تلاقاو بعضياتهم ويتسالموا هذا راه ما كاين والو والله ما كاين شي حاجه لا راه عرفت ما فهمتش انا شو اقسم بالله تعرفتي شحال واحد يقدر يقول فكره خطا يقدر يقول راه حيت هذا خوك خوزك بالعكس شي ميتوي والله حتى دريت والله حتى عارف زكريا راني عاشرته بزاف حتى هو راه درويش الله يعمر هذا واش انا ما عرفتش اخويا راك عارف كتبقى وقع شوف هذاك الشيء قال لا تفاهم وصافي فهمتي دابا ميت هو اللي تا هو راه كان وقع لي مشكل مع حمد الله فهمتي هو نهار تلاقاو في سميتو راه كان البارح كانوا كيهضروا نهار تلاقاو في قطر في قطر مع الريان وقيل كانوا تلاقاو وصافي وتفاهموا بعضياتهم وضحكوا عادي فهمتي بحال ما وقعش هذاك الشيء كاع بيناتهم فهمتيني بصح هادي لا لا فهمت ولكن الحمد لله هو اللي طرا لي كاع المشكل ياك مع محسن متولي ومن بعد فهمتي الحمد لله هو اللي مشى كاع وضحك معاه بصح شي ما كاينش المشكل ما كاينش راه كما قلت لك راه تلاقاو بعضياتهم مرة غادي تسامحوا راه دابا بنادم كيشوف حالك في الانترنت وكيشوف حالك في التلفازه وكيشوف حالك في لي ماتش كيوقعوا ديما الجمهور ولا بحال دابا الجمهور ديال الراجينو يقول لك واه حسين وعبد الصح وكذا وطن واحد راه ما صدقش ولا محسن حتى هو رجعته فرقه كان مع الراجا وكان انه خاصو يبقى في الراجا حتى هو قال لهم انا ما نقدرش نلعب هو كي خاصو يمشي يدبر على راسو حيت الكره غادي تسال ومني غادي تسال باش وباش خاصك تكمل حياتك وباش واحد وداك الشيء اللي كاين اخويا وبالعكس انا والله حتى كنشوف بلا نفاق بلا والو راه عندي فيك شي زكريا اقسم بالله لا عزيز عليه الراجا هو مشى من الراجا ومشى لضامك وجا البركان وكيقول لك والله حتى الراجا لا زكريا مسكين زكريا فهمتي النيه يا زكريا درويش فهمتي بصح واش هو واخا كيشوف هذا الشيء شي واخا كيشوف هذا الشيء واخا كيشوف هذا الشيء ديال اون ديريكت ديال محسن قال بحال هكا والله ما كيديرش ما كيرياجيش ما كيديرش شي رياكشن كنعرف زكريا بالعكس ما كتهضر معاه كتقول لي راه قالوا كاع واش كتقول لي اخويا خليه يقول لي بغى يقول ماشي واش تلاقاو ما بجوج وما كيتسوقوش اصلا لا بيشوف لي ولا حد بجوج وما كيتسوقوش لا كيبقاو فهمتي بجوجهم مزيانين الله يعمر دار بصح فهمتيني فهمتك كان شي واحد خايب ما لا عارف تقول هذيك تقول لي فوجو كاع ولكن الدراري ضريفي ما عمرها لا والله حتى شوف راه بنادم ما كاين والو ما كاين فهمتي هذا الهضره ديال الناس كتبقى فهمتي شويه لا شوف ما كاين هضره الناس اللي كتسوق الناس راه هي والله اللي يسوق الناس ما وصف الحياه ديالها يبغي تشوف الناس اصلا تخرق دابا مروان انت كتكون كتفرج شي ماتش ولا كتبان لك شي لقطه ما كتهضرش ولا حق راه كان خاص هذا يهضر لا كان هذا خاصو يدير هذا راه هو اللي ظلمو راه باين الله خويا بصح راه ضروري تكرين شي كاين راه ماشي ما كاينش ولكن انت كلاعب درتي لك خطا ما خاصكش تبقى تقول واحد الجمهور قال حتى الجمهور قال الجمهور يقول لك سير حاشاك المعيار اللي ما عمرك شي غتسب غتشوف شي حاجه يقدروا يتعيروا لك ولكن اش غادي دير انا راه لعاب شي حاجه يقول دبر راسك انت قلتيها انت راك لعاب ضروري غيجي واحد المريض غادي تصب وغادي تعاير وغادي وتقول اللي قلت شغلك شغلك هذاك الشيء الرزق ما يسدوش عليك دابا حتى مروان بغاتك شي فرق وانت راه جاب دابا حتى كتقول لي الرجاء عزيز عليك الرجاء والدفاع بجوج بجوج عزيز عليك الرجاء والدفاع شوف كيفاش كتقاتل مع الفرقه مع الدفاع ما غاديش ينفع ولكن انت الا جاتك واحد العرض والراجل شافتك مستقبلك كاين تما ما غاتبغيش تاخذ شي دبر على راسك راه هادي راه حيت الكره هادي اخويا خاصك تمشي دبر على راسك وتجيو الراجل ديما في القلب الراجل راه هي الام عمرها غتنسى وانا دابا الدفاع تاعي راه هي الام عمرها غتنسى وخا نمشي ما عرفتش فين
ولكن ضروري هذه حاجه باينه. الكره محدوده ما يمكنش نصاب الكره ماشي الفرقه اللي كبرتي فيها وتعلمتي فيها وقربتي فيها ما يمكنش تنسى كاع. فهمتيني فهمتك ضروري راه شحال من واحد كيمشي وكيعاود عشان يرجع كيمشي وكيعاود يرجع. لا بصح والله تاب بصح الكره هي هذه راه عادي اخويا شي كيوقع ومروان من مكتبه اخويا الله يجيبك مكتبه ان الله الله يجيب اخويا يدوز بعد هذا ان شاء الله الوباء هذا ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله قريب ان شاء الله نرجعوا ونشوفوكم والله يلعب شويه يا صاحبي اجواء حسن الدراري والله العظيم توحشات لعب والله الا توحشات لعب دابا وا حاجه واش واش اكردو ما كيدير عليك كيدير اكردو ما كيتسنى دابا فيناه باش يطالعوا باش يحلوا لا شي اكردو ما يا كيتفرج فينا يا كيتفرج في لاله العروس واحده من هاد الجوج لاله العروس والله غير كذب عليك اكردو والله لا هذه والله العادي مكسيه الله يعمرها الله الله يلا كلو كيجبدوا الفعال ديالو اخويا والله تدويشي الله يرحم الوالدين راه كل واحد كيجبدوا الفعال ديالو بصح والله ملي كتكون صاحبي مع الناس زوينين مع الناس زوين ومتخلق راه ضروري غادي يحترموك بصح هذه حاجه ما كانش فيك الا ما كانش فيك الاحترام والله ما يحترموك بصح ديما يبقاو يشوفوا فيك ديما هذاك هذاك ما مزيانش هذاك الباس فهمت بصح كل واحد كتجبدو شوف شتي الهضره تابع كنتي مزيان كنتي خايب شتي الهضره تابعك كنتي مزيان كنتي خايب كنتي داخل سوق راسك كنتي كطير كنتي كتقول الهضره كنتي ما كتقولش الهضره شتي شكون كتصلي وداخل سوق راسك والهضره تقال فيك تقال فيك بنادم ما فهمش الهضره ورا دارك هادي دير لوبجيكتيف ديالو في دماغو شنو هو قرا لوبجيكتيف كنشوف فيه خاصني نصلي هذا اللي حدايا كيهضر ودني ما تدويشي الله يرحمك ماشي انا ودني كوتن كارطون حيد خليني نمشي نقرا الا تسوقتي لهداك الشيء فين عمرك توصل غير ما توصلش واحد يفكر فهمتي هذاك الشيء اللي باغي هو داك الشيء اللي باغي يوصل ليه هو ولكن شنو شنو الحاجه اللي بغيتيها نتايا فكر فيها و... فهمتي و... وسير معها فهمتي ما تشوف لها لا ما يسهل على الجميع يسهل على الجميع بنادم ملي كيبغي الخير لخوه والله حتى كيلقاه بالله نقول لك ليك داك الشيء اللي كاين وشوف و عشيف شكون تفكر دابا ناصر مالو عبد الصمد انا واحد المشكل وقع لي دابا ديالها شنو المشكل كاين واحد التصريح سولوني وقالوا لي واش انت تحلم شي نهار تبغي تلعب بحال خوك في الراج انا اش قلت شو دابا هضرتي كيفاش دايره وشنو غير شوف انا قلت لهم اودي انا تصنات لي انا راه انا راه درت معاهم التصريح ماشي كذاب ما كنكذبش وماشي منافق الرجاء فرقه كبيره راه ما غادي الكره تحت الوداد فرقه كبيره ما غادي الكره تحت دابا حتى ما كاينش اي واحد في المغرب دابا نجيبوه لعاب شي واحد يقول لك الفراي صغار يقول لك مش صغار راه دابا غادي نكتب على راسي اي واحد بالنسبه لي انا باقي صغير واش انا باقي صغير وما لعبش دوك الفرق واش انا هبلت انا دابا غنبقى ما كيفكروش ليا واش لعبوا ولا ما لعبش ما عارفينش واش كاين ولكن كنخدم على انني نكون في المستوى الافضل في الفرق ولكن خايبه هي نجي نقول لهم انا الرجاء انا الرجاء وانا معمرني زعما فكرت انني غادي نلعب في الرجاء ولا كذا ولكن
يمكن الا بغاتك الراجل ماشي شارش ما غاديش تولي لا كان ممكن تشب لك الله تلعب في الراجل ايه ودابا بلاتي خويا كان كيحلم كيلعب في الراجل خوك راه من صغرو كيقول لك راه غادي كيعرف الدفاع ولكن من شاف شاف لي الله يلعب في الراجا ومن بعد مشى للسعوديه واش هو كان عارف راسو غادي يمشي للسعوديه ثلاثه ديال السعوديه وجا وجا ثاني مشى البركان واه ويسالي من البركان يجي جديده انا بغيت عاصي ديال السعوديه يعني سيكو صافي غادي ديال الكره هذه الحياه. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.